يعني بالله يفرج عليك. اسمعني والله هذا الكلام والله يا جماعه الان هذه الخطه الجديده انفتح الباب خصم ايا كان جاكم فتح الباب يلقم خصم. طيب اذا ما جبنا 2000 كم المده؟ ها كم المده اذا ما جبنا؟ بيجيكم يقولك اطلع. انا والله ودي انكم تطلعون بس حنا على اساس نصعب الفقره شوي نعطيها اهتمامها شوي نشد الواحد حيله فالله يعينكم. زين كم 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 ساعه نقعدين؟ تقعدون 3 4 5 6 7 خلاص جيب فراشي ترى ومش على الفراش الباب فتح عليكم خصم عليه وعليك انت ليه؟ واذا ما دروا قفل بكم طيب هذا والله هذا السياسه اللي ينبهون الشباب ما هذه السياسه اللي جتني ما حد جايكم. لا والله يا رجال 20 دقيقه عطهم يجيبون 2000 500 عليكم و500 عليه اللي يفتح الباب الهاقوا انهم بيجيبوا لنا واذا فتحتوا الباب وطلعتوا الأربعة برايم هذا سياسة البرنامج الجديد صايرة صعبة صاير كذا تبينا نطبخ والله هذه السياسة أنا أخاف عليكم طيب مسجونين معك طيب هم بيجمعون كل فريق بصورة عيفان وذا بصورة وانت وذا بصورة اول 2000 اول 2000 ويطلعوا 1005 خلوها خلاص اطلعوا علينا احنا الثاني ذول لهم الله اي طيب نزلت الان صورة مصير الخاسر بين يدك يا يبقى بالصندوق او ضغطت لايك طلعه يستضيف الصندوق الاسود عادل المطيري نواف الاكلبي خلال نصف ساعة فقط 1000 لايك طيب الصورة الثانية حقت المتسابقين الاثنين الخسرانين بعد ما جانا شيء يلا نزلت عليكم يلا ما شاء الله الفريقين متقدمين 100 200 يلا ياسين نحدث الآن نحدث وانت تحسبون مش هذا الجمهور طيب اطربونا سمعونا اصواتكم سمعونا اصواتكم والله شوف عطوه صدى دلعوه اعطوني صدى يا عداد الله يسعدكم ان شاء الله لا 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 بيجي لا بيجي لا بيجي لا بيجي لا بيجي لا يا عنود الجوازي يا عموج المهار غبتي من ظروف ورجعتي من غلا جيت لك والمشاعر ما عليها غبار يا كريم الضيافة وينك المتحلة لا تلفات يمين ولا تلفات يسار المشاكل عليها الوقت شربه كلا أنت مالك شبيه ولا عليك اختيار أنت ذوق وفخامة أنت ملح وحلا أنت دب وفخامة أنت ملح وحلا مدحنا خصمت عليه 100 أول ولا 50 لا صاير والله الاعداد والله الاعداد خلاص اجلس اجلس الله يسامحك انا سامعتك الله اوه 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 يا ربي شفت اني مشكله هذه اجي المطبخ زعلي اجي المطبخ خلاص كذا حلوه والله انك كاشف ما شاء الله بسم الله عليك كيف افكارك يا صاير طيب انا خايف عليكم اشكالكم مش واضحه لا تكفى والله هذا القرار اللي وصل لا تكفى صحيح تكفى سايل لا تكفى بمشي انا قالوا لي خذ الريموت وقفل المكيف عشان يطقهم الحر عشان هنا يخيسون صح والله ما عاد العود والله ما عاد ساير ليه طفيت يا ساير
ساير اسمع اقول لك لا لا اسمعني ساير كل شيء كل شيء ممكن ساير مزحنا معك ساير 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 اسمعني اسمعني حبيبي ساير والله كل شيء متقبلين انا المسافه المكيف تك ساير الله 570 جمهور العواد معك مش مسعد جمهور ترى ايه متاخرين حنا انطقوا بدقيقتين طالعين يا رجال دقيقه بنفس الوقت كم كم ثلاث دقائق وانت مره دقائق ها دقيقه كم حنا المهم خلوا عادي حطمنا ما يبي 170 انت 170 200 تجيهم لا صاير تلحق تجيهم نعم صاير انت مشاهد خلينا نبقى احنا اقول اجلسوا سوي الارض بالارض 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 سائر 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 مكيف صاير صاير الموت صاير بالارض اجلس الموت صاير انت ما قلت اسف وجد قل اسف قل اسف خلي شغلنا مكيف اجلس 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 صاير تكفى افتح الباب خصم والله خصم اللي يفتح الباب خصم 500 ترحيل ابراهيم ترى بدا المطبخ بدا وداع للمهزلة ساير ابتدى الجد انا حذرتكم والله تكلم صدق ما عندي زي عليهم كن هنا قفل عليه السلامة يا شباب جيبوا اللايكات دمسوا 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 نص ساعة إن شاء الله يجي لك ملك إبراهيم متعود الرجال لا والله مع نفسه شنو هو دخلني أنا إن شاء الله إني ماني بنازل إبراهيم إن شاء الله إني أشوفكم كلكم في الإبراهيم إن شاء الله بإذن الله نكسب جاي إبراهيم طيب بإذن الله سؤال يطرح نفسه وش دقيقة ليش ما بيجاوب سؤال يطرح نفسه ما هو عفان في ذمتي ذمة أنكم مسجين قد لهم 30 سنة في السجن ماذا